بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنفسر مع بعض رمز عطايا الميت. أما نشوف المتوفي إنه بيدينا هدايا، زي مثلا بيدينا أموال أو نقود، بيدينا أكل، بيدينا ملابس، بيدينا أشياء ليها منفعة للرؤي، هنعرف معناها بشكل عام. كمان لما نشوف المتوفي إنه بياخد مننا حاجة، أولا عطايا الميت من الرموز اللي في الغالب بتكون محمودة. لو شفنا انه بيدينا حاجة كويسة على حسب حالة الحاجة او نوع الحاجة اللي هو بيديها لنا، لو شفنا انه بيدينا حاجة ملهاش منفعة او مش كويسة او مكروهة للرأي، ففي الحالة دي بيكون رمز غير محمود. رؤية المتوفي انه بياخد حاجة من الرأي، اولا لو شاف انه بياخد حاجة من الرأي، الشيء اللي خده ده غير معروف، يعني مش معروف هو خد ايه، فمعنى كده ان الرأي بيتصدق او بيدعو للمتوفي، وان الدعاء او الصدقة دي بتوصل للمتوفي. لو شاف انه اخد حاجة من المتوفي معروفة هي ايه واخدها وذهب مرجعش تاني، ففي الحالة دي بيكون رمز غير محمود بالمرة، فبيدل للأسف على قرب الأجل. عطايا الميت في المنام، لو الشخص شاف ان هو بيديله حاجة قيمة او حاجة ثمينة في المنام، فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على ميراث او حصوله على شيء برضو ثمين، ممكن يكون من وراء المتوفي دي، يعني المتوفي ده هيحصل منه منفعة للرأي او بشكل عام. كمان لو شفنا المتوفي او الميت بيدينا ملابس، بس بشرط ان الملابس دي تكون نظيفة وتكون مظبوطة، ما تكونش لا قصيرة ولا ضيقة ولا مقطوعة ولا متوسخة، ففي الحالة دي بتدل على حسن او تحسين في المعيشة، على لو كان الشخص بيمر بظروف مادية صعبة، فمن الرموز اللي بتدل على ارزاق وعلى غنى وعلى تمتع بالحياة وبزينة الحياة. ممكن لو كان بيسعى لحمل، لو كانت المرأة بتسعى لحمل، فبشارة ليها بالذرية. كمان عطايا الميت في حالة انه بيدينا ملابس، ولكن الملابس دي ممزقة تماما او مهلهلة او غير نظيفة، ففي الحالة دي بتكون رمز غير محمود، فبتدل على فقر، على مشكلة ممكن يتعرض ليها الرأي، على أزمة، ممكن تكون أزمة مالية، أزمة صحية، على الملابس المتسخة بالأخص أو الملابس القصيرة، فبتدل على علاقة الرأي بالله سبحانه وتعالى، فبتدل على أنه بيرتكب فواحش أو بيرتكب كبائر. كمان رؤية المتوفي أنه بيدينا طعام، ولكن بشرط ان الطعام ده يكون طعمه حلو وفي نفس الوقت شكله حلو، ما يكونش فيه اي عيب، فدي من الرموز اللي بتدل على رزق حلال طيب هيرزق بيه الرأي. في حالة بقى ان الطعام سيء، فيه اي حاجة فاسد، طعمه غير طيب، ريحته غير طيبة، شكله غير طيب، ففي الحالة دي بيكون رمز غير محمود، فبيدل على حصول الرأي على أموال، ولكن الأموال دي هتكون فيها شبهة حرام أو شبهة فساد. لو شفنا المتوفي أو الميت إنه بيدينا عسل، العسل في المنام من الرموز الحلوة جدا اللي بتدل على حصول الرأي على خير وعلى رزق وعلى سعادة من حيث لا يحتسب. كمان لو كان الشخص غير متزوج فبشارة ليه بالزواج. لو شفنا الشخص انه بيدينا بطيخ، البطيخ يمكن من الرموز السيئة، لو شفنا المتوفي ان هو بيدهنا، فبتدل على هموم وعلى أحزان ممكن تصيب بيها الرؤية. كمان من الرموز اللي بتكون غير محمودة ان احنا نشوف ان هو بيدهنا انه يدينا قطع من القماش بيضة، يعني ان يدينا قطع من القماش بتبقى اشبه بالكفن، ففي الحالة دي بتكون رؤيتها غير محمودة.
لو شفنا الميت بيدينا طعام وبيدينا شراب، ولكن الراعي نفسه رافض انه ياخد الاكل منه، ففي الحالة دي برضو من الرموز اللي بتكون غير محمودة، فبتدل على الشر هيصيب الراعي، ممكن الخسارة في اموال او خسارة في تجارة او يعني شيء سيء هيحصل للراعي. رفض الهدية، لو الراعي شاف ان هو رفض الهدية وعطايا الميت، فدي الرمز بيبقى غير محمود، يعني من الرموز الغير محمود. لكن لو كانت العكس بقى، لو كانت الهدية اساسا اللي ادهنا سيئة، حاجة سيئة، حاجة ما فيهاش منفعة، او حاجة طعام فاسد او ملابس المهلهلة او اي حاجة غير محمودة، وشفت ان انا رفضتها، ففي الحالة دي لا، بيكون رمز محمود، فبيدل على نجاة من هم وكرب واحزان هيمر بيها الرائي. الميت لما نشوف ان هو بيدينا لبس ولكن الرائي رفضه، برضو اللبس في المنام للأسف برضو بيدل على قرب الأجل. كمان رؤية الشخص ان هو بيدينا ثياب نضيف او بيدينا عيش مثلا جديد او بيدينا كتب قرآن مثلا او كتب دينية، فالعيش طبعا بيدل على رزق وعلى تحسين او تغيير في الحال، خصوصا لو في أزمة مالية. القرآن كمان بيدل على علم، لو كان الرأي طالب او ان هو بيطلب علم. كمان رؤية المتوفي انه بيدينا ملابس قديمة، ممكن تكون سليمة مش مقطعة ولكن قديمة، فبرضو من الرموز اللي بتدل على فقر للرؤية. بيع شيء للميت، اما اشوف الرأي، نشوف الرأي ان هو بيبيع شيء للمتوفي او للميت، فللأسف بتدل على غلاء للمعيشة. لو شوفنا الميت بيدينا نقود ونقود جديد كتير او فلوس كتير، فدي خير ورزق هيجوا للرأي. لو كانت النقود ورقية وكانت شوية قديمة، فدي للأسف بتكون مشكلة ممكن يقع فيها الرأي. كمان لو شفنا مثلا الرأي بيدينا او المتوفي بيدينا تفاح، فبيدل على خير وبركة، وممكن على ذرية لو كان بيسعى على ذرية. لو رفضنا فمعنى كده ان في خسارة او حسرة او ندم هيشعر بيها الرؤي. ده كده باختصار اهم الرموز المتعلقة بعطايا المتوفي. عرفنا لما بيدينا ملابس او يدينا اكل او يدينا نقود. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبولي تحت وانا هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.